السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 27 غشت 2021. هاد العروض الوطنية غتكون إن شاء الله في جميع المحلات ديال بيم، يعني أي محل حداكم غيكونوا فيه إن شاء الله هاد العروض، ابتداء من الجمعة القادمة، الجمعة ديال هاد الأسبوع هذا. بالنسبة لهاد العرض متابعينا الكرام، فيه واحد المجموعة زوينة ديال المنتوجات، نتمنوا أنكم تبقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع العروض. والعرض راه طويل شوية، فيه مجموعة كبيرة ديال المنتوجات، لذلك غنقسموه إن شاء الله على جوج فيديوهات. إن شاء الله هذا هو الفيديو الأول، تابعوا معنا حتى الآخر إن شاء الله، وغادي ننشر لكم ثاني التكملة ديال هاد العرض هذا في فيديو آخر ان شاء الله. اللي اول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام، اشتركوا في زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، ويبقى ديما يوصلوا الجديد. ما تنساوش ايضا الضغط على الزر ديال الاعجاب، ونبداو التقديم ديال هذه العروض على بركه الله. بسم الله. كاين اول منتوج معنا، واحد الخزانه ديال الاحذيه كانت منتظره، فيها اربعه ديال المجوره ديال الاحذيه، كيتحلوا بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معنا موضحه في الصوره. كل مجر فيهم كيهز 6 ديال الازواج ديال الاحذيه، يعني غيهز لكم هذه الخزانه هذه، غتهز لكم 24 حذاء، مصنوعه من الخشب. في الديمونسيون ديالها فيها 157 سنتيم في العلو، وفيها 26 سنتيم في العمق، والطول ديالها 73 سنتيم، جايه بهذا الشكل هذا وبهذا اللون اللي زوين صراحه، من الشركه ديال الاهدور. بالنسبه للثمن راه داير الى 700 درهم، 14000 ريال، وجايب هذا الشكل هذا كما كتابعوا معنا متابعينا الكرام. هذه ديجا تجابت في بيم، فنرجو من السيدات اللي سبق لهم جربوها يشاركونا التجربه ديالهم باش نستافدوا جميعا. كاين ايضا معنا واحد الخزانه باربعه ديال الادراج، باربعه ديال المجوره، جايب هذا اللوين هذا اللي صراحه رائع. بالنسبه لهذه في الديمونسيون ديالها 86 سنتيم في العلو، على 80 على 40 في العمق عفوا، على 80 في الطول، جايب هذا الديزاين هذا وبهذا اللوين هذا اللي زوين من ديكولوف، حتى هي من الخشب، المقابض ديال المجوره بهذا التصميم هذا اللي كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبه للثمن حتى هذه دايره 700 درهم، 14000 ريال كما كتابعوا معنا. هذه ايضا كانت جابت في بيم، مرجو من السيدات اللي سبق لهم جربوها يشاركونا التجربه ديالهم، سواء هذا المنتوج او اي منتوج كنعرضوه، الله يجازيهم بخير. كاين ايضا معنا واحد المقعد للتزيين، واحد البنك ديكوراتيف، الديمونسيون ديالو فيه في العلاوه 45 سنتيم على 40 في العمق، على 80 في الطول، جاي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا. الرجيلات ديالو من الميتال، من الحديد، والثوب ديالو بوليستر. بالنسبه لهذا من ديكولوف، جيب هذا التصميم هذا ممكن تحطوه مثلا حدا السرير او هادي، كيجيب واحد الشكل زوين. بالنسبه للثمن هذا راه داير 430 درهم، 8600 ريال كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا هذا المقعد للتزيين، هذا بوف ديكوراتيف من ديكولوف، حتى هو جايب هذا التصميم هذا تقريبا نفس اللوينات. الرجل ديالو من المعدن او القاعده ديالو معدنيه كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للديمونسيون ديالو فيه 51 على 41 كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، ب 400 درهم، 8000 ريال بهذا التصميم هذا كما كتلاحظوا متابعينا الكرام. فالاثمنه طالعه شويه هذه المره، هذه يعني زياده ملحوظه في الأثمنة ديال المنتوجات ديال بيم للأسف. كاين أيضا معنا واحد المرآة ديال الحائط، جاي بهذا الشكل هذا من ديكوريا من ناتيرالو، فيها 55 على 55 سنتيم، وفي العمق ديالها 2.5 سنتيم، داير 150 درهم، 3000 ريال، جاي بهذا التصميم هذا وبلون واحد. كاين أيضا معنا بنفس الديزاين ولكن بحجم أصغر، فيهم هادو بثلاثة بهم 25.5 على 75.5 على 6 على 2 عفوا سنتيم، يعني بثلاثة بهم مسطرين وحدة حدا وحدة. هاد الديمونسيون هذا من ناتيرالوف، ثلاثة ديال المرايا صغيرة،
150 درهم 3000 ريال يعني بحال 1000 ريال الوحده. هادو ممكن تحطهم في الحائط بعده اشكال يعني تطلعوا وحده تهبطوا وحده كل واحد وكيفاش كيبغيهم يكونوا وراه كيعطيو ديكورات زوينين. كاين ايضا معنا واحد المرآه بتصميم اخر فيها 39 على 2 سنتيم من ناتورال اوف ايضا ب 120 درهم كما كتشوف معنا جايب هذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد الرف حائطي خشبي واحد الايطاجير. بالنسبه لهذا الايطاجير هذا كيجي بعده الوان كما كتشوفوا معنا كاين هذا اللون هذا اللي واضح في الصوره وكاين هذه الالوان اللي كاينين في هذه الدوائر الصغيره كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. بالنسبه لهذا الايطاجير كاين سقف الحيط عنده سيبورا من الميتال كما كتشوفوا معنا في هذه الصوره الموضحه. بالنسبه للثمن هذه راه دايره 100 درهم 100 درهم 2000 ريال وفي الديمونسيون ديالها فيها 60 على 23 سنتيم كما كتشوف معنا متابعينا الكرام وكما قلنا الثمن ديالها 100 درهم. كاين ايضا معنا واحد المرآه مع السيبورا ديالها مرآه ذاتيه ممكن تحط مثلا فوق الكوافوز او فوق شي طاوله. بالنسبه لهذه في الديمونسيون ديالها فيها 16 على 13 على 1.2 سنتيم من كيو ديكو. بالنسبه للسيبور ديالها جاي بهذا الشكل هذا كما كتشوف معنا كتجيب جوج لوينات كما كيبان لكم في الصوره والثمن ديالها داير 40 درهم كما كتشوف معنا متابعينا الكرام 800 ريال. كاين ايضا معنا مكعبات للتزيين هادو اللي كيلصقوا في الحائط تحطوا فيهم ديكورات او شي لعيبات او تصاورات او هادي كيجيو بعده الوان كما كتشوف معنا في هاد الدوائر الصغيره هادو باحجام مختلفه. بالنسبه للكبيره فيها 30 على 30 متوسطه 27 على 27 سنتيم والصغيره فيها 24 على 24 كما كتشوف معنا كيعطيو هادو ديكور زوين للحائط. بالنسبه للثمن دايرين 170 درهم 3400 ريال. كاين ايضا معنا واحد الحامل ديال المفاتيح واحد البورت كلي هادي ممكن تركبوها حدا الباب وتلصقوا تحطوا فيها المفاتيح ديالكم بهذا الشكل هذا. كتجيب عده تشكيلات او عده الوان وبعده كلمات كاين العائله كاين السعاده كما كتشوفوا معنا كاين البيت. بالنسبه لهذا من الشركه ديال كيوديكو والثمن ديالهم 15 درهم 300 ريال كما تتابع معنا متابعينا الكرام. كاين ايضا هذا الشكل هذا اللي كبير شويه كيهز حتى ربعه ديال المفاتيح جايب هذا الديكور هذا كما كتتابعوا معنا متابعينا الكرام هذا ب 1000 ريال 50 درهم من الشركه ديال كيوديكو. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد الطاوله ديكوراتيف جايه بهذا الشكل هذا كما كتتابعوا معنا كتحطوا فيها مثلا لي فاز ديال النباتات او كتب او ديكورات جايب هذا الشكل هذا كتحطوا لتحت او الفوق بهذا التصميم هذا من اوفيس بازار. بالنسبه للديمونسيون ديالها فيها 32.5 على 67.5 على 66.5 سنتيم من اوفيس بازار وبالنسبه للثمن راه دايره 200 درهم 4000 ريال متابعينا الكرام. متابعينا الكرام هذا هو اخر منتوج في هذا الجزء الاول من هذا العرض هذا. كما قلنا لكم في الاول العرض طويل شويه غنقسموه ان شاء الله على جوج فيديوهات. نتمنى يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا معنا ونكونوا قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. لاول مره يزورنا في القناه متابعينا الكرام يشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله يبقى ديما يوصلوا الجديد. ما تنساوش ايضا الضغط على الزر ديال الاعجاب فهاد الشيء راه كيشجعنا بزاف. كما قلنا هاد العروض غيتكون ان شاء الله في جميع المحلات ديال بيم في المغرب يوم الجمعه 27 أوت 2021. نتلاقاو في الجزء الثاني من هذا العرض متابعينا الكرام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.